لعنا اليوم عن إطلاق خدمة توصيل لخدمات وزارة العدل. أتت هذه الخدمة تنفيذا لرؤية الإمارات بإذن الله تعالى 20 مئوية الإمارات 2071 على أن نكون من أفضل دول العالم بإذن الله تعالى. تم تدشين الخدمة بالتعاون مع الأخوان في وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن تستهدف بعض خدمات التي تقدمها وزارة العدل، خدمة قيد الدعاوى والتصديقات والإشهادات والتوثيقات. وتم تحديد فئات معينة لتقديم الخدمة، هم أصحاب الهمم وكبار السن. هذه الفئات حالياً اللي تم استهدافها إن شاء الله، وتوجد هناك لدينا خطة بإذن الله تعالى في المستقبل أن نقوم بتغطية جميع المحاكم التابعة للنطاق الجغرافي في المحاكم الاتحادية التابعة لوزارة العدل بإذن الله تعالى.